بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب كلية صيدلة، صيدلة الكلينيكية الفرقة الثانية، النهاردة هناخد باقي جزء النيماتود. النيماتود دي هنقسمها جزئين، جزء محاضرة الانتسان نيماتود والانتروداكشن، وجزء محاضرة تشو نيماتود. المحاضرة دي تعتبر محاضرة الستة. النيماتود احنا خدنا قبل كده التريماتود وخدنا السيستود، وقلنا كل واحدة ليها بعض الكاركتر. يعني مثلا قلنا التريماتود ديت بتبقى ليف لايك وهيرمافرودايت، انما السيستود قلنا هيرمافرودايت لكنها سيجمنتد، يعني متقسمه فيها هيد وكلام وفي هيد ومنطقه ام ماتيور وماتيور وجرافيت سيجمنت وكلام من ده. النيماتود هنا اول حاجه هي بتصحى فيها نان سيجمنتد، يبقى اول كاركتر فيها ان هي نان سيجمنتد. نمره اثنين ان السكس ار سيبريت، فيها ميل وفيها فيميل، على عكس التريماتود والسيستود اللي هم هيرمافرودايت اكسبت الشيسوما. خلي بالك خلي بالك، في الترماتود قلنا كلهم هرمافرودايت فيما عدا البلهارسيا، السيستود كلهم هرمافرودايت، انما النيماتود 6 ار 7 6 ار 7. اقول تاني، النيماتود فيها ميل وفيميل، والميل بيبقى دايما سمولر دايما فيميل، والبستيرول اند بتاعته بتبقى كيرفد بستيرول اند من ناحيه الفنترال، يبقى فنترالي كيرفد بستيرول اند في الميل. الفيميل بقى بنلخصها الدنيا كلها عشان ما ندوش فيها، حاجه من ثلاثه، يا اما في فيبيرس يعني بروديوس لارفا بتولد على طول بتطلع في لارفا بنسميها في بيرس، واحيانا يقولوا عليها لارفي بيرس، يبقى في بيرس او لارفي بيرس. نمره اثنين اوفي بيرس، اوفي بيرس دي بتحط ايج بتبقى اماتيور، بتحط ايج ام ايه ماتيور، يعني الاوفي بيرس بتحط بيض لكن بينزل ام ماتيور. اوفي في بيرس دي بتحط ايج ماتيور ريدي فور هاتش على طول. يبقى لو احنا تعالى كده عشان تحفظها بس عشان ما تمتوش بتاع اوفي في بيرس، خد المقطع الاولاني اوفي بيرس يديك ايج ام ماتيور، وخد المقطع الثاني في بيرس تديك لارفا، وخدها هي على بعضيها اوفي في بيرس تديك ايه ماتيور ايج، بتحط ايج لكنها ريدي فور ريدي فور هاتشنج. لايف ان ذا انتستاينال تراكت اند تيشو، عشان كده بنقسمها لحاجتين انتستاينال نيماتود وتيشو نيماتود. يبقى عندي النيماتود بتعيش في الانتستين، وفي نيماتود بتعيش في التيشو. اللي بيعيش في الانتستين نيماتود عباره عن سمول انتستين وعندي لارج انتستين. السمول انتستين بيبقى فيها اسكاريس انكلوستوما ترايكنيلا سبيرالس، يبقى دول ثلاثه هناخدهم من ايه؟ من الانتستين النيماتود. انما الموجود في اللارج انتستين هناخد انتروبس فيلماكولاريس وترايكيوريس ترايكوري، يبقى كما لو كان في الانتستين النيماتود هنزل خمس حاجات، اسكاريس وانكلوستوما وترايكنيلا موجودين في السمول انتستين، والانتروبس فيلماكولاريس وترايكوريس ترايكوري موجودين في اللارج انتستين. اما التيشو نيماتود هندرس في الليمفاتيك بس الشريره بانكروفتي، والساب كوتينس هناخد اللوا لوا والانكو سيركس والمدينه وور، والكونجنكتيفا هناخد ليها اللوا لوا اللي هي نفس الكلام في الساب كوتينس تيشو. ده لما نيجي لمحاضره التيشو نيماتود. مود اوف انفكشن اوف نيماتود، ازاي انا اتعدي في نيماتود بدل ما نقعد نحبس كل واحده لوحدها، احنا جمعناهم مع بعض. انجيشن اوف امبريونيتد ايج كونتيننج فود contaminating the food with drink زي الانكليستوما زي الانتروبيا زي التراكيوز، يبقى السويل ترانسميتد ديزيز دول ممكن يتنقلوا عن طريق ايه؟ عن طريق الانجيشن اوف امبريونيتد ايج اللي هم اسكاريس والانتروبياس والتراكيوز. وبعدين جروينج امبرو ان ذا انترميت هوست انفكتد سايكلوب زي في المدينه وورد ده في التيشو نيماتود. انفستد امبروز ان انفكتد بيج ميت زي تراكنيلا سبيرالس، يبقى عن طريق الانجيشن بيشمل ثلاث حاجات، يا اما اعمل انجيشن للامبريونيد ايج زي الاسكارس والانتروبياس والترايكوز، او اعمل انجيشن لانفكتد سايكلوب زي في المدينه وور، او اعمل انجيشن لانسيستد لارفا موجوده في المسل زي التراكنيلا سبيرالس. نمرة اثنين عن طريق البنتريشن، بنتريشن ذا سكن زي الفيلاريفورم لارفا بتاعت ايه اهم مثال ليها عندنا انكلستوم. او يحصل يتنقل عن طريق بلاد ساجنج انسكت زي الفيلاريفورم زي ما هناخدها. او انهيليشن اوف انفكتد داست
كونتيننج امبريونيك ايج او زي الاسكاريس والانتروبياس فيرميكولاس. الانتستاينال نيماتود وده الجزء الاولاني وجزء مهم جدا، هناخد منه الاسكاريس الامبريكودس راوند وورم، والاسكاريس دي بيسموها تعبان البطن او حيتان البطن. الادلت وورم بتاعتها بتتراوح في الميل من 15 ل 30 سم، الفيميل بتتراوح من 20 ل 40 سم، والفيميل اوف بيرس يا فاكر بيعناه، برافو عليك، يعني بتحط لينج اماتيور ايج، الايج بتاع الاساس بتاعها حوالي 60 مايكرون، وتبقى بايل ستيند والبومنس كوتد لاير زي انت ما شايف اهو، وان سيجمنتد اوفا يعني اماتيور اماتيور ايج. بعد شويه يحصل لها ماتوريشن تبقى امبريونيت ايج، ويحصل المود اوف انفكشن عن طريق الانجيشن اوف امبريونيت ايج، واصبحت الامبريونيت ايج دي الدايجنوستيك ستيج، يبقى دي الانفكتيف ستيج الامبريونيت ايج، والايج نفسها تبقى دايجنوستيك ستيج الموجوده في السمول انتست. ده بالنسبه للجنرال كاركتر بتاعت الاسكاريس. احنا قلنا اللايف سايكل اوف اسكاريس، احنا قلنا النيماتود كلهم عباره عن 6 سيبريت، فبالتالي في ميل وفي فيميل والاثنين موجودين في السمول انتستين. هتبدا تحط لي الايج هتنزل على فلستول، احنا قلنا الايج هنا ايه؟ الايج مالها؟ تمام اماتيور ايج، هيحصل لها ماتوريشن، وبعد ما يحصل لها ماتوريشن هتتحول لامبريونيتد ايج، والامبريونيتد ايج دي يعني ايج فيها لارفا، يجي الانسان ياكل الايج فيها لارفا دي، تنزل على طول في الاستومك يحصل لها اكتيفيشن، وتنزل تروح يحصل لها هاتشنج في السمول انتستين وتديني اللارفا، اللارفا تعمل بنتريشن للوول بتاع السمول انتستين وتمشي مع السيركوليشن لللانجز، ومن اللانجز على التراكيه، وبعدين يحصل لها مولتنج برضو، وبعدين في الاخر خالص تطلع من التراكيه للفارنكس، وبعدين ترجع تاني تنزل على الاسوفجاس وتنزل في السمول انتستين. ونسمي الحته دي مايجريشن او نسميها اندايركت سايكل. هناك بعض النيماتود لها دايركت سايكل ان تروح للانتستين وتقعد فيها على طول، بعض النيماتود لها اندايركت سايكل انها تلف بقى اللفه دي اللي هي المايجريشن اللي موجود فيها في اثناء دوره الحياه بتاعتها، وترجع تاني على السمول انتستين وتبدا تديني الأبر. الادلت وورم في الانتستين بتبقى بالشكل ده، ممكن تعمل مشاكل على فكره كبيره، وبتنزل امبريونيتد ايج في الاستول، والايج دي بيحصل لها امبريونيشن من 2 ل 3 ويكس وتبقى انفكتيف ستيج، يحصل انجيشن للايج يتحول فيها رده فورم لارفا تعمل بنتريشن للانتستين، وتروح الليفر وتروح الرايت هارت في اللانجز والريسبيراتري باسج، وفي الاخر سولد تو ذا سمول انتستين وتديني الادر. ايه بقى الباثوجينيز او كلينيكال فيتشر بتاعتها؟ اسكرياسيس اللي هو يعني معناه انفكشن اوف انفكشن اوف اسكاريس لامبريكودس. ماجوريتي اوف انفكشن بتبقى سيمبثيتك لان بتبقى واحده او اثنين، لكن في بعض الاحيان بتبقى كميه كبيره جدا وممكن تعمل لي مشكله، زي السيمبتومز ديفايدد تو جروبس ماجريتك فيز. وفي الماجريتك فيز ده ميجريتنج لارفا بتعمل نومونيا، وبنسميها لوفرا سيندروم. سيندروم ده خلي بالك بيتسببه كذا واحده، كل الحاجات اللي بتعدي من اللانجز تعمل لوفرا سيندروم، اولها الاسكاريس، وبعدين الكلستوما برضه، والسترونجيلاس ممكن تعمل، يبقى ده دي ثلاثه اهو، بس احنا هناخد منهم اثنين، الاسكاريس والكلستوما هم اللي بيعملوا لوفرا سيندروم. لوفرا ده اسم عالم، وسيندروم ده العرض اللي بيبقى فيه فيفر وكاف ديسنيا بلاد تينجز بيوتم، وممكن تنزل في اللارفا برضه ويحصل في ايزوفيل. فيز اللارفا ماجرانس كوزد اولسو باي ذا لارفا اوف توكسوكارا كانز اند توكسوكارا كانز. دي على فكره التوكسو الفيز اللارفا ماجرانس ديت الاسكاس بتاعت الكلاب والقطط، لما تيجي الانسان ياخد الايج برونيد ايج بتاعتها يحصل لها هاتشنج في سمول تيستن، وتمشي في تعمل بتريش رول بتاع سمول تيستن وتعمل راوندنج وتلف وتروح اي مكان، لكنها تفضل لارفا، عشان كده بيسموها فيزلر لارفا ميجرانس. فيزلر لارفا ميجرانس كوز باي ذا لارفا اوف توكسوكارا كانز. طب انا تعدي بيها ازاي؟ تعدي ان انا اخد الايج بتاعت التوكسوكارا كانز او التوكسوكارا كات. خلي بالك بيحصل ابدومينال ديسكو
فورت يحصل انوركسيا، يحصل دياريه، يحصل نيزيا، وبعدين بيبقى بعد كده انتستاينال اوبستراكشن. لو كميه كبيره، لو كميه كبيره ممكن تعمل لي انتستاينال اوبستراكشن، ممكن يحصل بنتريشن للول بتاع السمول انتستين، ممكن يحصل هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. السيمز برودوس باي ادلت ممكن اكتبك اسكار ديو تو ميجريشن اوف فورم اب تو انتو ذا ستومك، ممكن تطلع زي كده الراجل ده اتوفى من حاله ان الاسكار طلعت من هو بيرجع، طلعت كميه كبيره من الاسكار، فممكن تعمل له مشكله او تروح الابندكس وتعمل لي التهاب الزايده، او تروح للجول بلاده وتعمل الكوليسيستايتس. وده كله فاكرين انتوا حكايه الايراتيك بارازايت، الايراتيك بارازايت اللي هو يروح لمكان مش مكان، هي مكان اسمه انتستين لكن تروح مكان تاني تنسميها ايراتيك بارازايت. هنشخص لابوراتي دايجنوزيس، ممكن مايكروسكوبيك، ممكن دايركت تكشر فور، ممكن الورم نفسها تبقى موجوده في الستول او في الفومن زي ما احنا شفنا، او ممكن مايكروسكوبيك بان انا اخد اشوف الايج اللي هي بايل ستيند ايج، او ونعمل بلاد، في البلاد هنشوف ايزينوفيليا بقى. لكن دايجنوستيك سيجن هنا هو عباره عن الايج، هو اكتر حاجه ممكن اشخص برضو بايمج، اعمل اشعه، ممكن اعمل سرولوجي للديكشن اوف انتيبودي. التريتمنت من بندازول او ابندازول تريتمنت، وده يمكن احسن حاجه للعلاج، دراج اوف شويس، لكن كنت بكيت في البريجنسي، ده كلام هناخده بعد كده، لكن هي دراج اوف شويس هو مبندازول او ابندازول. التريتمنت عباره عن دراج اوف شويس هو عباره عن مبندازول او ابندازول، ده دراج اوف شويس. ده الكلاس كلام بالاسكاس. انما الانكلستوما برضو موجوده في السمول انتستين، خلي بالك، والادلت بتاعتها خلي بالك هنا صغيره قوي، من 8 ل 11 مللي، يعني ما كملهاش 1 سنتي، والفيميل اطول شويه من سنتي لسنتي و3 من 10، لكنها بتشارك الاسكارس على انها اوف بيرس، يبقى الانكلستوما برضو بتحط ايج اماتيور، خلاص، والايج دي بعد كده يحصل لها ماتيوريشن ويحصل لها هاتشنج، تديني لارفا، لارفا تتحول لسيل سيج لارفا اللي هي دي تبقى انفكتيف سيل. اقول تاني، الايج هي دياجنوستيك سيل لكنها بتنزل اوف بيرس اماتيور، يحصل لها ماتوريشن وبعدين يحصل حاجه تديني سيل سيج لارفا. السيل سيج لارفا ديت هي اللي بتعمل بنتريشن للسكين، وبالتالي يبقى هي الانفكتيف سيل. يبقى الايج دياجنوستيك، الانفكتيف سيل عباره عن سيل سيج لارفا، المود اوف انفكشن عباره عن بنتريشن اوف ذا سكين. باي مكان في السكين ممكن تعمل بنتريشن، هنا ما فيش فيها مشكله. لو احنا بصينا على اللايف سايكل، خلي بالك ادي الادلت ميل وفيميل، احنا قلنا باي سكس، خلاص في ميل وفيميل، هيحطوا لنا الايج اهي تبقى اماتيور، هيحصل لها ماتوريشن تديني رابيد فورم لارفا، بعد شويه تتحول لفلار فورم لارفا، الفلار فورم لارفا دي تعمل بنتريشن للسكين، بنتريشن للسكين عدت ومشيت على السيركوليشن، تروح اللانجز، تراكيه، فارنس، سوليد باي مان دو زي اتاش تو ذا سمول، لما توصل للسمول تيست وبعدين تتحول لميل او فيميل وبتبدا تديني الايج بتاعتها مره ثانيه. ده هوك وورم في الانتستين، ادي شايف طولها حاجه صغيره 1 سم او 1.5 سم بالكثير في الانتستين. الانكلستوما بتعمل لي حاجه اسمها اير ديفيشنسي انيميا، الانكلستوما بتعمل لي اير ديفيشنسي انيميا، لكن هنشوف هي السيمبتوم بتظهر ازاي. اول حاجه المكان اللي بتدخل منه اللارفا تعمل بنتريشن سكين وتديني جراوند اتش، وبعدين يحصل كريبنج ارابشن ويحصل لارفا ماجرانز فيها على طول، وبعدين في اللانجز طبعا خدناها قبل كده، بتديني لوفرا سيندروم على طول، وبعدين تديني اوبي جاستريك بين، ودي مايكروسايتيك هايبوكروميك انيميا اللي هي ايرون ديفيشنسي ديو تو ذا كرونيك بلاد لوس، كل ما قاعده عماله تفقد بلاد، وبعدين بيحصل هومر من المكان اللي بتاخد منه البلاد، وبعدين بتفرز توكسيك سابستنس بروديوس باي ذا ورم ليد تو شورتنج اوف لايف سبان بتاع الار بي سي. انت عارف الار بي سي العمر الافتراضي بتاعها 120 يوم، لما اللايف سبان يقل مثلا خليها 60 يوم، يعني كاني فقدت نص كميه الدم. والتوكسين دي بتعمل فيزيكال اند مينتال ريتارديشن اند نيوتريشن ديفيشنسي، خلي بالك من كده. عشان كده بنقول ان الانكلوستوما بتعمل برنيشيس انيميا، بتعمل برنيشيس انيميا.
الكلينيكال مانيفستيشن هيبقى اكستريم بالور، تبقى في انيميا موجوده، ويبقى في دي جاستريك تندرنس، وبيبقى في جروس ريتارديشن، وجنرال ابييرنس بيبقى بيلر ان كلر كده وعباين عليه ان هو انيميا. الدياجنوزس هنشخص بالستول اكزامينشن، هنشوف الايج الهوك وورم ايج كده بشكلها الواضح، والنون بايل ستينينج، نون بايل ستينينج ما بتوصلش للستينينج، ما بيبقاش فيها بايل ستينينج، وبتبقى سيجمنتد الكونتنت بتاعتها من جوه، واوكلت بلاد في الستول، لان هنا الاوكلت بلاد لان بيبقى في كاركترستيك لايتنج كريستال في الفيسس، عشان ان ده نتيجه لورود الدم اللي هو بينزل من الرنتس. بلاد اكزامينشن هتلاقي في برضه زينوفيليا وانيميا. العلاج مبندازول وابندازول كدراج اوف تشويس. تراكلين سبايراليز وديت الاداتون تبقى موجوده في السمول تيستين، لكنها في بيرس، لكنها ايه؟ في بيرس، في بيرس يعني بتولد على طول. وبعدين تحط اللارفا بتاعتها تدخل تعمل بنتريشن وتروح المغسل تديني انسيستد لارفا، تديني انسيستد لارفا. المود اوف ترانسميشن انجيشن اوف امبروبر او انجيشن اوف اندر كوكت بورك، لحم الخنزير. خلي بالك خدنا واحده قبل كده تنقل عن طريق البورك وهي التينيا، تينيا سوليا، برافو عليك. وادي النهارده برضو التريكلينس بايرالز موجوده في السمول انتستين، اللي تبقى موجوده في المصل في الديافرام والاكتف مصل عموما. لايف سايكل بتاع التراكين سبيراليز، لو احنا شفنا دي اللارفا اللي موجوده انسيس لارفا في البيج مصل ايتنج اندر كوك بورك، اللارفا ريليز في السمول انتستين ديفلوب انتو اذر، وبعدين بعد ما ديفلوب اذر فيميل ديبوزيت لارفا في الانتستين انسان المكوزة، اللارفا ديت انتر سيركوليشن تعمل بنتريشن للوول بتاع السمول انتستين، وتروح ديبوزيت في الاسترييتد او الاكتف ماسل وتديني انسيستد لارفا. يبقى الانسان هنا خلي بالك في الادلت موجوده في السمول انتستين، يبقى هو ديفنت فروست، وكمان اللارفا موجوده في الماسل، يبقى هو هنا انترميديت فروست. يذكرك بحاجه قبل كده خدناها في السيستول، خدنا التينيا سوليوم والسيستركوزس، التينيا سوليوم والسيستركوزس في الحاله دي، في حاله التينيا سوليوم الانسان بيصاب بالتينيا سوليوم او بيصاب بالسيستركوزس، يبقى هنا ديفنت فورس انترميت هوس. وواحده ثاني لو انت فاكر في اخر السيستود وهي الهايمين وليد سنانه، هايمين سنانه الانسان بيبقى فيه سيستركويد في الوول بتاع السمول انتستين، وفي الادلت موجوده في اللومن، فبالتالي دول الثلاث برازات اللي انت خدتهم بيبقى فيهم الانسان acting as intermediate host as different host at the same time. different host عشان فيه الادر، intermediate host عشان برضه في اللار. الباثوجينيز بتاعتها بتعمل لي ستيج اوف انسان انفيجن، بتعمل لي ابدومينال بين، والستيج اوف لارفا مايجريشن بتعمل لي فيفر، وممكن تعمل لي بيري اوربيتال اوديما. الستيج اوف انسستيشن تبقى اسمبتيك، لكن ممكن تعمل ويكنس، وممكن تعمل انفلاميشن في العضلات اللي موجوده على اساس انها ممكن تحوصل في العضلات. الدايجنوزس ممكن نعمل بيبسي للمصل ونشوف في اللارفا، ده انسيستد لارفا. البلاد ده فعلا بيبقى فيه زونوفيليا، ولكن بناخد السيرولوجي تو ديتكت سبيسيفيك انتي بودي، لكن من هالدايجنوزس ستيج موجود من بره، يعني ما فيش ستيج بينزل في الستول بتاعها. بعد كده هناخد الحاجات الموجوده في اللارج انتستين، مثال ليها انتروبيس فيرماكولاريس، بيسموها البين وورم، واحيانا بيسموها الفاميلي وورم، وبيسموها بالعربي الدوده الدبوسيه كده، دوده صغيره زي 1 سنتي بالكثير، تبقى موجوده، تبقى موجوده كتير قوي في الاطفال، وبتبقى اوفر في بيرس، الايج بتاعتها بتنزل ماتيور ايج، وتبقى امبريونيت ايج وانفكتد ستي، وهي تبقى طول برضه المعدي. انديشن اوف امبرنت ايجا اوتو انفكشن، واللوكاليزيشن فيها بتاع اللارج انتستين في السيكام والابندكس. ده بالنسبه للانتروبيس في الماكولاريس. اللايف سايكل زي ما احنا عارفين اهو، ادي في اللارج انتستين موجود عندي الادلت، الادلت تطلع بره هنا حوالين البيرينيال ريجون ديت، وادي الادلت ميل في ميل، الفيميل تطلع هنا وتحط الايج بتاعتها. الايج عباره عن اوفي بيرس، يعني ماتيور ايج على طول، لو خد الانسان يحصل له اوتو انفكشن او يعدي الناس اللي حواليه على طول، ما فيش فيها كلام على طول، يعني دي عشان كده بيسموها الفامي روم، لان كل الناس ممكن تعدي بعضيها على طول. فيتشر ديو تو مايجريشن اوف ورم، يحصل بيري
انال اتشنج، ويحصل بالذات بالليل وريستلنس، والانسان يبقى قاعد قلق كده، ونكتيورنال انيوريسيس في الاطفال. الامراض الدياجنوز اند تريتمنت ديكشن اوف ادلت ورم في الجيس اوف البرينيال ريجن، بنفهم من حاجه اسمها ان اي اتش سواب او ناشونال انستيتيوت اوف هيلث، ده بنعمل سكرايبنج فروم انال ريجن، بنشوف الادلت اهي، شايف الادلت بالشكل ده، وادي شكل السواب اللي ممكن ناخد بيه، بنعالج على طول بالميدين ده وبين ده زول، مفيش فيها كلام. اخر حاجه اللي هي ترايكور سترايكورا، ودي موجوده في اللارج انتستين، وبتبقى ليها دايركت سايكل على طول، الايج بتنزل اماتيور، بيحصل لها ماتيوريشن، ده هي الانفكتيف ستيج زي الاسكاتس اماتيور، وبعدين يحصل ماتيوريشن تبقى هي امبريونيت ايج، وعن طريق الانجيشن، بس موجوده في اللارج انتستين، وليها دايركت سايكل على طول، تنزل في الانتستين وتعمل في اللاب، ادي الايج بتنزل في الستول، يحصل لها ماتيوريشن، لما يحصل لها ماتيوريشن ياخدها لانسان تاني، وتنزل في السمول انتستين، وتديني ادلت ميل او فيميل. وشكل الايج على فكره مميز، ان ليها تو كود بلاج من الناحيه دي. السيمبلز دي بتعتمد على عدد الورم، لكن في الهيفي انفكشن ممكن تديني برفيوز ميوكس وبلاد داريه، وبتعمل ابدومينال بين، وممكن او تعمل ويت لوس وانيميا. اللابوراتوري دياجنوزيس في الستول اكزامينشن هنشوف الايج باي الستيننج ايج ويز باي بولر ميوكود بلاج، اهو شايف ادي هنا تو ميوكود بلاجز اهو من الناحيتين، والتريتمنت عباره عن الابندازول. الكلينيكال فيتشر عباره عن سيمز بتعتمد على عدد الورم الموجوده، ممكن تعمل بريفيوز ميوكاس، ممكن تعمل بلاد دايريا، ممكن تعمل ابدومينال بير، ممكن تعمل ريكتال برولابس، خلي بالك ممكن تعمل ريكتال برولابس على فكره، وممكن تعمل مشكله كبيره لو في هيفي ستيشن من الورم. الدياجنوزس هنقول عن طريق الستول، هنشوف التو ميوكود بلاجز ايج شكل الصينيه ديت، والتريتمنت عباره عن ابندازول. كل سنة وانتم طيبين، ونلتقي في محاضرة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.